القيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري قال بأنه في تصريح له اليوم لم تعد هناك حاجة للقوات أو قوات التحالف الدولي في العراق، بينما أنت تعلم جيدا بأنه صانع القرار العراقي يعني لديه وجهة نظر مختلفة حيال هذا الموضوع، فماذا عن هكذا تصريحات؟ يعني العامري وغير العامري حقيقة من وجهة نظري ربما تجدينها سيدتي غريبة، لكن أعتقد أن كل هذه الأشياء هي مسألة مرتبطة بالداخل وانتخابات المجالس البلدية القادمة. تعلمين أنه الصدريين الآن يدفعون بطريقة ما إلى عدم إقامة الانتخابات. الإطار بطريقة وأخرى يريد الحفاظ على هذه الانتخابات، فأعتقد أنه المسألة مرتبطة بالداخل. لا قيمة لتصريحات شخصية مثل العامري في هذه المرحلة مقابل أمريكا، لا، المسألة للداخل العراقي. الجميع يحاول أن يتحدث مع الداخل من أجل الوصول إلى نتائج سياسية في الداخل العراقي. العامري لا شأن له بما يجري في القدس ولا شأن له بالقوات الأمريكية، القرار أصلا ليس له شأن بالعراق، المسألة أقصد بحكومة العراق عفوا. الموضوع الآن اللعب بين الكبار إن حق لي أن أسميه، يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية والآخرين في المنطقة. أما يعني تهديدات أو تصريحات شخصية مثل العامري لا أعتقد لها معنى كبير، لأنهم كما قلت يعني يتحدثون للداخل، وحديثنا الآن لا يعنينا فيما، لأن الداخل في العراق بالمناسبة المظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر أعتقد الأسبوع القادم هذه تنذر بخطر على الداخل العراقي، ولذلك العامري يتحدث مع الصدر بهذه الطريقة. لغة الحديث عن القدس وعن المقاومة وعن إخراج المحتل الأمريكي أصبحت لغة هي مستهلكة للخارج، لكن في الداخل ما زالت تؤتي ثمارها في واجهة الصدر وغير الصدر.